ايه مهيك؟ رح تشوفي مفاجأتك التانية بورشتك. شكراً لإلك، بس أنا ما عاد بدي منك مفاجآت شوريا. أنا مبسوطة ماما. بالمسابقة كتير ماما. ماما خدي، يلا خدي بنتي، هاتيها بسرعة. بعتذر منك. يلا يلا، مو معقول، بس بتتهموني. ما هيك بطاطا بطاطا وبصل. معقول؟ شو هاد؟ بس بطاطا وبصل؟ كيف؟ طيب وين باقي الخضرة؟ ما بصدق، نحن حطيناهم بالشنتاي. شو بدنا نعمل هلأ بهي المكونات؟ ما راح يكفونا. مهيت، مو أنا قلت لك خلي شنتاي معك حتى نوصل؟ العفو منكم جميعا، في إعلان خاص ومهم وبهمنا كلنا. شكرا. قبل ما نبلش، كان في عضو بده ينضم لفريقي وهو زوجتي مهك، بس هي عملت فريق خاص لحالها، لهيك ضل مكان فاضي بالفريق. أنا حكيت مع الحكام بهالموضوع وهن وافقوا معي لحتى جيب عضو جديد يغطي هالنقص، وهذا العضو الجديد هو طباخ خبير عالميا. سيداتي وسادتي، رجاء رحبوا معي بالعضو الجديد بفريقي، الموهوبة كتير والجميلة كتير، ريكيتا ديوان. مين هاي يا ترى؟ عن جد شي غريب، هي الطباخة كتير معروفة. معقول المرة نفسها؟ ما عم صدق عيوني. مو هي هي نفسها اللي ضربت موتور موهيت؟ أنا هلأ بدي أخذ هدول الأغراض، ماشي؟ لك شو هاد؟ ما بصير هيك، ما بصير هيك. أنا دبرت موضوع المكونات ومهك رح تنصدم. شو صار يا خلاص بس لو سمحتي اهدي شوي. طول عمرك كذب يا سيدي، ارحموا علينا. ما لا تخطط فينا بسيارتها، احنا ما دخلنا. ما مني يا سيدي، هي اللي ضربت الموتور تبعنا. هاي المرة عم بتكذب، بس فهمانا غلط. بس اسمعني شوي. الحقيقة بس بدي اشوف لك الحقيقة. مو معقول، بس أنا وريكيتا درسنا بنفس الكلية، واليوم قدرنا نرجع نجتمع مع بعض بعد سنين طويلة كتير. أهلا وسهلا. سيداتي وسادتي، هلأ صار الوقت حتى كل فريق يستخدم المكونات الخاصة فيه لتحضروا الطبق. رجاء خذوا مواقعكم. ما عم بفهم. شوريا أكيد عم يخطط لشي ضدنا، لهيك هو اليوم جاب رفيقته لحتى تشارك معه. بس شو رح نعمل هلأ؟ ما معنا كتير مكونات. أحسن شيء إنه نروح نخبر المنظمين إنه مكوناتنا سرقت وخليهم يلاقوا لنا حل بقى. إيه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.